نعم. بالنسبة لي أنا قبل المغرب في مدى تسيبها، فحينما أريد أن أأتي على الوحدات أركب السيارة، العشاء تؤذن في الطريق، هل أجمع الجمع تقديم؟ أجمع جمع تقديم ليه؟ والله أصلي العشاء ما ملحقش على الجماعة صلاة العشاء. وإذا صليت جمع تقديم بتلحق الجماعة؟ بصلي المغرب مع الجماعة ثم أسافر. الله يهديك، ما جاوبتني. لما بتجمع العشاء مع الجماعة بتصلي العشاء مع الجماعة؟ فإذا شو الفائدة من الجماعة؟ ايش عيد الدرس بسبب ذلك؟ أنا قبل المغرب. الله يهديك. أنا فهمت سؤالك، أنت فهمت الجواب؟ أعيد أنا عليك السؤال بدل ما تعيده أنت علي؟ أنت تنصرف من جبيها لما تصلي المغرب، فما تصل إلى بيتك ودارك إلا بيكون فاتك صلاة جماعة العشاء، صح؟ فبتقول هل أجمع؟ بقول لك أنا ليه تجمع؟ إذا جماعة العشاء إلى المغرب بيكون صليت العشاء مع جماعة؟ بتقول لا. فإذا لماذا تجمع؟ فهمت أن الجمع لا يجوز إلا مع الجماعة. طيب. وإياك. ها؟ ذكرتني فتوى كنت أفتيت يعني. كويس. علمني على عبد الرحمن. يصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.